النيلة آخر الجيش، ولا بطر ولا مفسد ولا ظالم، وإنما أخرج لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما لا تريد يا بنت رسول الله، قال أريد أن أمر بالمعروف وأنهي عن المنكر وأسير سيرة جدي وأبي. إذن هكذا قال الإمام الحسين، هكذا أراد الإمام الحسين أن يصلح الناس، يصلح الأمة، وصلاح الأمة لا يكون إلا عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا لاحظوا يزيد لما أن عرف أن الإمام هذا هدفه وهكذا سيقوم ويجسد ذلك عمليا، سوى رأسا ضيق على الإمام الحسين أشد التضييق، ضيق عليه، فرض عليه الرقابة الخانقة، إلى أن رأى الإمام الحسين بأن لا بقى له في المدينة، فأراد الخروج إلى حرم الله مستجيرا به لعلمه بأن من دخله كان آمنا. لما أراد الخروج تدرون وين راح الإمام؟ يتوجه إلى وين؟ إلى منقذ البشرية، إلى قبر جده. يقولون وضع قبره، وضع خده الطاهر على ذلك القبر الطاهر، ونادى بصوت محزون وفؤاد مفجوع: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا رسول الله، أنا فرخك وابن فرختي، جدا أنا الذي خلفتني في أمتي، جدا لقد خذلوني وضيقوا علي. ثم بعد ذلك يقولون قام أخذ يصلي في ركعات، بعد أن انتهى توجه ورفع يديه وقال: اللهم إنك تعلم إني أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم اختر لي ما لك فيه رضا ولنبيك فيه رضا، وأنت تعلم ما حل بي فغفى قليلا. يقولون رأى الإمام الحسين جدد وهو في كوكبة من الملائكة وهو يقول له: بني حسين، حبيبي حسين، اخرج الى العراق، كأني اراك قتيلا ونساءك سبايا على أقدام المطايا. بني حسين، إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة. يقولون كأن الحسين التفت إلى جده وقال بلسان حاله:
ثمني عندك يا جداه في هذا الظل علني يا جد من بلوى زماني أستريح ما قبل يا جد من فرق الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يدك بين الدكتين دفعها إليه أخذها محمد بن الحنفية جعل ينظر في تلك الوصية فلم يجد فيها ذكر ابن غصن ولا ذكر الكفان ولا ذكر الثاب صرخ بيد على الوصايا من عادة الوصايا أن يذكر فيها الغرس أن يذكر فيها الكفن أن يذكر فيها الناس وصيتك ليس فيها شيء من ذلك. يقولون التفت إليه الإمام الحسين قال أخ محمد إن كنت تتحمل الوصول إن كنت تتحمل المصيبة فاعلم إني سأقتل إن شاء الله وأذبح وطعانا ويصعد الشمر على صديقي ويهدر أرداجي ويبقى جسدي على خاتمها خاتمها
المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد في كربلاء والأئمة المجابة يا لا تدع علينا ذنبا إلا ولا عينا إلا سترته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا أسيرا إلا فجأة أسرته. اللهم فرج عن المكروبين وفك كيد الميسورين بحق النبي محمد وآله الأيامين وإلى روح المؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات على محمد.